السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل الله مالكم وطاعتكم. إجابة للسؤال الذي طرح بالأمس حول حكم الكافر أنه طاهر أم نجس، أولا قبل أن نبين الحكم، من هو الكافر في المصطلح الشرعي؟ الكافر هو كل من أنكر الألوهية لله سبحانه وتعالى، أي لم يؤمن بالله، أو آمن بالله ولكن أنكر التوحيد، لم يؤمن بأن الله واحد أحد، أو آمن بالتوحيد ولكن أنكر الرسالات، لا يؤمن بالدين مطلقا، أو آمن بالأديان ولكن أنكر الدين الإسلامي، أنكر الدين الإسلامي جملة وتفصيلا، أو آمن بالإسلام ولكن أنكر ضرورية من ضروريات الدين الإسلامي، ما أنكر الإسلام لكن أنكر أشياء هي من الضروريات الواضحة في الدين الإسلامي، أنكر الصلاة مثلا، واضح ولا لا؟ أو أنكر بعض الأمور الثابتة في الدين الإسلامي، فهنا يعتبر بالمصطلح الشرعي هو كافر، يعتبر كافر. على كل حال، الكافر له أحكام عديدة، ما يهمنا ذكر الكافر من حيث الطهارة والنجاسة. فهل كل أقسام الكفار كلهم يحكم عليهم بالطهارة أو يحكم عليهم بالنجاسة، أو هناك تفصيل؟ الصحيح أن هناك تفصيل. فالكافر يقسم إلى قسمين، كافر من أهل الكتاب يسمى كتابي، وكافر غير كتابي. المقصود بالكتابي من يتبع بعض الديانات لبعض الأنبياء الذين لهم كتاب، من قبيل اليهود، فاليهود يتبعون نبي الله موسى على نبيا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولهم كتاب التوراة فيسمى به الكتاب. مثل النصارى يتبعون نبي الله عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولهم كتاب وهو الإنجيل. أيضا أضافوا إلى ذلك المجوس، المجوس أيضا قالوا أهل كتاب، وإن اختلفوا في تعيين اسم النبي، من هو نبيهم وما هو كتابهم. الروايات تشير أنه كان لهم نبي فقتلوه، وكان لهم كتاب فحرقوه، واختلفوا على كل حال في اسم النبي، أنه اسم داماست أو وبعض الكتاب اسم جاماست. على كل حال أشهرهم الآن الزردشتية أو زردشتية الموجودة. على كل حال هؤلاء من أهل الكتاب، يسمون بأهل الكتاب. فالكفار غير أهل الكتاب اتفق الفقهاء بنجاستهم، وأنهم يحكم عليه بالنجاسة الذاتية. شنو الذاتية؟ يعني الكافر عينه نجس، حتى لو يغطس البحر ويطلع قالوا أنه ماذا؟ نجس، ما يطهر، مو نجاسة عرضية، هو بذاته نجس، هو نجس، وكذلك ذريته نجسة، ما يتولد منه أيضا نجس. إذا كان الأبوان كافرين أطفالهم أيضا يحكم عليهم بالنجاسة، إلا إذا ميزوا أو بلغوا فاعتنقوا الإسلام يحكم عليهم بالطهارة. أما أهل الكتاب وهم اليهود كما قلنا والنصارى والمجوس، فهل يحكم بطهارتهم أو نجاسة؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال بحكم بالنجاسة، ومنهم من قال بالطهارة. المشهور الآن الحكم بالطهارة، يعني إذا تجيب لك شغالة مسيحية مثلا يحكم عليها بالطهارة، عند المشهور فقهاء عندنا الآن كالسيد السيستاني والشيخ الفياض والحكيم والوحيد والسيد الخامنئي وغيرهم، كلهم يقولون الآن بطهارة الكافر الكتابي. السيد الخوي رحمه الله كان يقول بالاحتياط الوجوبي بنجاسة كتابي. على هذا الأساس اللي مقلد الشيخ لازال
يقدر يرجع لأحد العلماء سيد السيستاني مثلاً ويحكم بطهارة أهل الكتاب، خصوص اللي يبتلون يطلعون برا في الخارج يبتلون. قد إحنا ما نبتلي كثير، لكن المسألة في خارج الدول الإسلامية كثير الابتلاء، خصوصاً من النصارى وغيرهم، لأن أكبر شريحة من اليهود. فهنا معاملتهم كيف نكون؟ فلا بد أن ترجع إلى أحد العلماء ليقول بالطهارة، وإلا تقع في حرج. إذن الشغالة أو السائق أو غيره إذا كان كتابيا يحكم بطهارته، ولكن أي طهارة؟ الطهارة الذاتية. أما العرضية، شلون العرضية؟ يعني إذا كان هو لا يبالي بالنجاسات، صحيح هذا كتابي لكن أنا أشوفه هذا هو يلمس النجاسات، لا، إذا رأيت أنه لاقى النجاسة تحكم ماذا؟ بنجاسة. أما إذا لم ترى لاقى النجاسة تحكم بطهارته. يبقى السؤال أنه بعض النساء البوذيين شلونهم؟ البوذيين غير أهل الكتاب، فيحكم عليهم بالنجاسة إذا أكو عامل بوذي أو سيخي أو غيره، هؤلاء يحكم عليهم بالنجاسة ولا يمكن الرجوع إلى أحد فيهم، بل يحكم. فإذا لمس شيء برطوبة طبعا يكون نجس، أما إذا ما لمس برطوبة يعتبر طاهر. يعني لو أخذت لك عامل ينظف سيارتك وهو بوذي وغسلها، معنى سيارتك نجسة وضعه، ولا أو أنت في مكتب وقام ونظف الطاولة برطوبة، يعني لازم تعتبر الطاولة شنو؟ نجسة. إذا لمستها برطوبة تتنجس. طبعا السؤال، لو شفت أنا شخص أجنبي وما أدري عن ديانته، هل يجب أسأل عنه؟ أقول له أنت تعال شنو ديانتك؟ الجواب لا تسأل عنه، خلاص احكم بالطهارة. أي شخص تشك فيه احكم من الطهارة. عامل ينظف سيارة لا تسأل أنت شنو ديانتك، لا تورط روحك، خلاص اسكت عما سكت الله عنه وانتهت القضية. لكن إذا سألته بعد شنو؟ واجب عليك أن تلتزم. واضح ولا لا؟ وصلى الله على محمد.